سيركيوليشن انفكشن يبتدي ربنا يعيننا بقى. الثلاثة دول تقريبا لو البيبر من 75 دي هيرفع من 40 ل 75 درجة. السنة اللي فاتت سؤال لو سروبوتس كان في كام جملة كده حتى السيركيوليشن ده كانت معناها بتاع 15 درجة. السنة اللي قبليها قبل سنتين شابتر الانجليزي دي عليه 35 درجه. ف ده غير ان الانجليزي ده كده كده مش معناه في سبيشال. الانجليزي هو اساس السبيشال. ف ده اول شابتر بنبدا فيه. كان عادة دايما ببدا بس لان انا ليا سايد مختلف شويه في الشابتر ده. الشابتر ده بمشي في حاجه اسمها ستيب لادر. يعني انا عايز اقرا اكبر عن مشاكل مشاكل هي أسهل حاجة في السيركيوليشن. فعشان كده دايما ببدأ بيها. طبعا احنا في ظل أسبوع لطيف ظريف فقلت أبدأ بحاجة أقل شوية بحيث إن أنا لما تيجي تتجاوب معانا كتير ربنا يقن عليها. فهنبدأ المرة دي على كتير أول ما بدأت القديمة. فهنبدأ أول حاجة عندنا النهاردة بالليل. في رسمة زمان خالص كده الإنفلاميشن كنا رسمناها. أرجع أرسمها تاني. بالمناسبة يستحسن الشابتر ده كيف كشكول صغنن كده كراسة صغيرة ده بس الشابتر ده كله بس لو سمحت الشابتر ده لو سمحت بمجرد ما بشرح مش عايز تخش. كنا مره كده اتكلمنا عن فرق الضغوط اللي كان موجود في الكابيلاري. ولو حد فاكر يا مصوت وحش خش تلاقيني عودي. عندي في فرق ضغط. عندي في ضغطين جوه الكابيلاري. ضغط اسمه هايدروستاتيك بريشر كانوا بيسموه كابيلاري هايدروستاتيك بريشر. ودي فوق طرد ولا جذب. كنا قلنا ان الهايدروستاتيك بريشر بيعمل ايه يا ولاد؟ بيطرد. وكانت القوه دي الكابيلاري ليها ارتريولر اند وليها فينس اند. والقوه بتاعت الهايدروستاتيك بريشر بتتعمل حاجتين. الثيكنس بتاعت البلد فيسز والاماونتس بتاعت البلد. افهم يا هندي الكلام اللي هيتقال لان انت لو فهمت اللعبه كلها فهم مناسيبها وهلعب فيها. فقوه الطرد دي بتعتمد على الثيكنس والاماونت اوف بلد. طب السكنس ناحيه الارتري علشان الارتري الضغط بيبقى الارتريولر انت الضغط فيه بيبقى اعلى شويه فالسكنس بتبقى اعلى وبالتبعيه مقدار الهايدروستاتيك بريشر كان ناحيه الارتريولر كنا قلناه كام؟ كان 35 بعكس البين كان كام؟ كان 15. وبعدين جينا قلنا ان الدم بيتكون من تو بارت. السنترال بارت من الدم هو الخلايا اللي هي الار بي سيز والبليتلت والوايت بلاد سيلز.
والبريفرال بارت كان مين؟ كان البلازما بروتين. البلازما بالبلازما بروتين دي بقى بتعمل بريشر معتمد على البلازما بروتين. اسمه ايه البريشر ده؟ بلازما اوزموتيك بريشر. مين اللي عمله؟ البلازما بروتين. ودي كميتها هنا زي هنا زي هنا زي هنا زي هنا. فمقدار الضغط هنا ثابت 25 وهنا 25 وهنا 25. بس كانت البلازما اوزموتيك بريشر كنا كانت فوق دي فوق الجسم. فالفلويد هيعدي قدام سعادتك يقابلوا قوتين ضغط مختلفتين، قوة طرد الهيدروستاتيك بريشر وقوة جذب البلازما اوزموتيك بريشر. الفرق كان كام؟ كان 10. الفلويد اللي ماشي في الدم ده شايل ايه؟ شايل النيوتريشن وشايل الاكسجين. هيدخل يلاقي فيه فرق باور لمصلحة مين؟ لمصلحة الطرد. يبدا يرشح لك الفلويد ده فين؟ في الانترستيشن. ومن الانترستيشن ابدا اغذي التشو بايه؟ بالاكسجين والنيوتريشن. وبعدين كانت الخلايا بتطلع الفلويد، بس المره دي بتطلع لي الفلويد في ايه بقى؟ بتطلع لي في الويست برودكتس ونان اوكسجينيتد بلاد. وكان بيمشي فين ده؟ بيمشي في الليمف. الليمف ده عباره عن ايه؟ وعاء جواه سكريشن. الليمف بس ده وعاء جواه سكريشن. اسمها ايه سكريشن دي؟ اسمها الليمف. واسم الوعاء ده ايه؟ ليمف بس. ايه مشكله السكريشن وايه ميزه؟ ميزه وعيب في نفس الوقت. سائل لزج ثقيل جدا فما فيش اعلى منه لزوجه. يعني ايه؟ يعني لو في اي حاجه هتتشال معاك هنا كويس برودكت لزجه مش هتبقى اللزوجه بتاعتها اعلى من الليمف. فكده كده الليمف هيقدر ايه؟ هيشدها غصب عنه لان هو سائل لزج بيشد اي حاجه معاه. وبعدين يروح الفلويد ده جاي هنا. الفلويد اللي جه هنا يا ولاد في فرق ضغط مقداره كام؟ 10. بس المره دي لمصلحه ايه؟ لمصلحه الجذب. فانت كان ايه بيحصل عندك؟ ايه الدم ماشي في الارتريول في الكابيلاري اند. الارتريول اند بتاعت الكابيلاري قبله فرق ضغط طرد وجذب. بس اللي يكسب الطرد بمقدار 10. طرد كميه فلويد طلعت فين؟ في التيشو ده. اسمه ايه؟ انترستيشن. وبعدين غذيت الخلايا والكلام ده كله. وبعدين الفلويد ده اتسحب ومشي وعاء اسمه الليمف. الليمف ده بياخد الفلويد ويطلع بيه ناحيه الفينس ايه؟ يقابل هنا في فرق ضغط 15 و25 نفس الباور بس لمصلحه الجلد. فالفلويد يرجع تاني في الفينس ايه؟ طب كم نقطه فلويد بتتفضل عندي؟ بالانترستيشن زيرو. ليه زيرو؟ لان نفس الباور اللي طردت بيها هي نفس الباور اللي هتشد بيها الفلويد. ده كل الكلام ده قلناه لما جينا شرحنا الفلويد اكسيدنت. طيب يعني ايه اديما بقى؟ اديما هو تجمع فلويد فين؟ في الانترستيشن. اكسس اكيوميليشن فلويد فين؟ في الانترستيشن. او في الساكس. مين الساكس دول؟ بريتونيوم وبلورا وبريكارد. في ناس قديمه يا اولاد بيقولوا تعريف كده لو حد سالك في شبكه. طب يا ابني في تعريف تاني؟ بدل ما تقول اكسس اكيوميشن فلويد اكسس ايه ده بقى؟ اكسترا بازيشن. يعني ايه اكسترا بازيشن؟ اكسترا يعني ايه؟ خارج. وبازيشن بازيشن يعني ايه؟ بلاد فيسل. يبقى لو حد سالك في تعريف ثاني هو بدل ما تقول اكسس اكيوميليشن فلويد في الانترستيشن فلويد او في الانترستيشن تقول له اكسس اكسترا بازيشن فلويد في الانترستيشن. طيب السؤال بقى انا عايز اعمل ايه هنا؟ عايز اجمع فلويد في الانترستيشن. عرفت ازاي بيجمع؟ قول لي بقى الباسو فيسيولوجي والميكانيزم واحد واحد. ده سؤال من اهم اسئله النظري. ايه يا ابني الطريقه اللي ممكن اجيب بيها انترستيشن تيشو اجمع فيه فلويد؟ ايه الطريقه دي؟ تعالى كده نبدا واحده واحده.
خلاص الكلام اعمل لي امبالانس ما بين الطرف وما بين الجذب بالبلدي كده، ازود مين وادي مين؟ ده شوف ازاي تزود الكاميرا لهايدروستاتيك بريشر او ازاي تقلل ازاز اوزموتيك بريشر. حاضر، ازاي تزود الهايدروستاتيك بريشر؟ الكابيلاري هايدروستاتيك بريشر، لو زادت الكابيلاري هايدروستاتيك بريشر خد بالك انا النص ده كده مش همسحه خالص، هيفضل نازل معايا طول القصه. ليه؟ اي نوع من انواع القديمه هقول لك هات ايدك كده وتعالى ننقي هو بيعمل ايه. الكابيلاري هايدروستاتيك بريشر ازاي تزوده؟ احنا اصلا قلنا ان الكابيلاري هايدروستاتيك بريشر معمول بالسيكتس بتاعت البلاد فيسل دي ما بتتغيرش. والاماونت اوف ايه؟ وبلاد. ازاي بقى ساعدتك تفكر ان انا ممكن ازود الكابيلاري هايدروستاتيك بريشر؟ زودت كميه الدم فين؟ في الكابيلاري. ازاي؟ طريقه قلناها زمان خالص اللي هي ان انا هعمل ايه في الارتري؟ بازو دايليتيشن. حلو، لو عملت بازو دايليتيشن ايه اللي هيحصل في كميه الدم اللي هنا؟ هتزيد. فالهايدروستاتيك بريشر هيحصل له ايه؟ هيزيد. طيب في طريقه بقى ثانيه، لو انا جيت قلت لسعادتك انا قفلت البيت، يعني ايه؟ يعني السكه دي واقفه، الدم هيجي ويطلع وزي الفل ويمشي في الليمب ويجي يطلع هنا، يبدا الدم يجمع فين؟ في البيت. يجي يعدي يلاقي السكه دي ايه؟ مقفوله. يحصل ايه كميه الدم اللي في الفينا سايت؟ تزيد. لما كميه الدم تزيد الهايدروستاتيك بريشر بتاع الفين هيحصل فيه ايه؟ هيزيد، فيتحول من ال 15 الى 35 مثلا. يبقى الفلويد طلع في قوه الطرد، رجع هنا بقى في مين دلوقتي اللي عايز؟ قوه الطرد، فالفلويد يرجع تاني. يبقى معنى كده ان انا ممكن ازود الهايدروستاتيك بريشر بان انا اعمل فازو دايلاتيشن، لفظ فازو دايلاتيشن على مستوى الارتري. طب ولو عايز اقفل السكه بتاعت الفين، وقف سكه الفين حاجه اسمها كونجيشن وخليك نبيل. الفين ده لما تسمع لفظ كونجيشن اعرف دايما كده الدم جوه الاورجن اتحبس. لما الدم يتحبس جوه الاورجن هيحصل ايه؟ ضغط الدم اللي جوه الاورجن هيزيد. يبقى الهايدروستاتيك بريشر ناحيه الفينس انت هيحصل له ايه؟ هيزيد. يبقى دلوقتي بتزود الهايدروستاتيك بريشر لحد ما يبقى اعلى من الاوزموتيك بريشر. طيب ايه كمان؟ قلت لي الضغط الثاني اسمه ايه؟ بلازما اوزموتيك بريشر. اعمل فيه ايه؟ قلله. مين اللي عامل البلازما اوزموتيك بريشر؟ بلازما بروتين. قلل البلازما بروتين، مين اللي بيكون بلازما بروتين في الجسم؟ الليفر. يعني معنى كده ان اي ليفر ديزيز هيحصل ايه في التوتال اماونت بتاعت الالبومين؟ هتقل. عشان كده مرضى الكبد كلهم مطلوبهم يحصل لها يا اولاد اسايتس. ما هو الاسايتس ده يعني ايه؟ اكيوميليشن اوف فلويد في البريتونيل، وبعد كده يضرب في الجسم كله زي ما نعرف. طب ايه كمان يا اولاد؟ ممكن الليفر يبقى سليم عندي والبلازما بروتين تقل؟ ايوه الكدني. مش احنا قلنا ان الكدني لو اتخرمت البودوسايت، فاكرين لما كنت بقول لكم هي دي اللي بتمنع البودوسايت دي كده؟ البودوسايت اللي هنا كانت بتمنع خروج البروتين. هناخد امراض نقول لك ان البودوسايت دي اتضربت، فالكنترولر اللي بيمنع البروتين اللي ينزل في اليورين مش موجود، فيبدا يحصل ايه عندي؟ نزول البروتين. يبقى لو حصل عندي رينال ديسبوردر، وهنقولهم بقى حاجه اسمها نفروتك وحاجه اسمها نفريتك، هنقعد نشرح فيها. او الناس يا اولاد بتوع المجاعات افريقيا وغيره مفيش اكل عندهم. يعني ايه؟ يعني ام الطفل ده بالكتير لو لقيت شويه رز في الدهون. طب والرز ده عباره عن ايه يا اولاد؟ كربوهيدرات. امال فين اللحمه والبروتين والحاجات دي؟ مفيش. يبقى هيحصل عنده حاجه اسمها نوتريشنال ديفيشنسي، ودي بقى هايبوبروتينيميا، عنده نقص في البروتين وده نوتريشن. يبقى ادي ثالث سبب يقلل لك البلازما اوزموتيك بريشر
انك تقلل البلازما بروتين ازاي؟ نيوتريشن. حلو جدا. طيب ايه كمان؟ ايه حاجه كمان اقدر اخلي الفلويد بيها هنا يا ولاد يتجمع؟ ايه اللي زاد هنا في كريت في الانفلاميشن؟ كان ايه اللي بيزيد؟ لما جينا قلنا هنا البرميابيليتي زادت، كان ايه اللي بيترشح عندك؟ ايوه اكسوديت مش ترانسوديت. يعني ايه؟ ايه الفرق بينها بين الاكسوديت والترانسوديت؟ ان المايه اللي خارجه زياده عليها طالع فيها ايه؟ بروتين. طب البروتين لما يجي هنا يخلق لي بريشر، سميناه قبل كده يا ولاد تيشو اوزموتيك بريشر. يبقى التيشو اوزموتيك بريشر. طب سؤال، امتى يزيد التيشو اوزموتيك بريشر؟ ما خدناهوش ده في حاله واحده، هي في الانفلاميشن. طيب تعال نكمل. طب لو جيت قلت لك ان الهيدروستاتيك بريشر سليم والبلازما اوزموتيك بريشر سليمه ومفيش انفلاميشن، ايه اللي يحصل؟ يحصل اديما؟ لا. طب لو عايز اعمل اديما اعمل ايه؟ الضغط هنا زي الفل، طرد الفلويد، نزل في الانترستيشن، غزة التيشو، وبعدين راح واخد بعضه وماشي في الليمف. لو انا رحت جاي قافل الليمف فيسل ده، الفلويد يجي يطلع يلاقي السكه دي ايه؟ مقفوله. طب وايه اللي يقفل لي الليمف؟ بارازايت عايش جواه، مشهور قوي يا ولاد. طيب لما البارازايت ده هيجي يقفل الليمف، ايه اللي هيحصل هنا في كميه الفلويد؟ هتزيد. طب لو جيت قلت لك ان الليمف ده يا ولاد كان في الرجل، ايه اللي هيحصل في التيشو بتاع رجلك؟ هتتنفخ قوي. عارف مين بقى اكثر بارازايت يقفل الليمف فيسل؟ الفلاريا. سمعتوا عن ده الفيل؟ الفلاريا دي بتدرسوها بالتفصيل في البر. تلاقي رجل الراجل او الست تخينه قوي. طب ايه اللي نفخ رجله؟ اللي نفخ رجله ان عمال يجمع ايه؟ ميه. طب ليه؟ لان الفلاريا راح جايه عامله ايه يا ولاد هنا؟ قافله الليمف فيسل. طيب احنا قلنا قبل كده الليمف فيسل ليها مصب من هنا ومصب تاني فين يا ولاد؟ في الليمف. معروف اي حاله بريست كانسر لما بتيجي تشيل البريست، بتشيل بريست قول لي بتشيل معاه ايه؟ ليمف نود. طيب ليه؟ دي بشيل ليمف نود لان الورم ده عالي، نسبته عاليه قوي انه يعمل انفلتريشن ويدخل فين؟ في الليمف نود. طب ولو عمل انفلتريشن ودخل على الليمف نود يدخل بعد كده على مين؟ على الليمف فيسل. طب خلايا سرطان جت قفلت الليمف فيسل، يعني معنى كده هيحصل ايه في الليمف؟ هيتقفل. عشان كده في ستات بالذات في حالات بريس كانسر ممكن تلاقي دراهم ورم، تمام؟ ساعات بيورم كده بسبب ايه؟ اوبستراكشن للليمف فيسل باي تيوب. يبقى ازاي تقفل لي الليمف فيسل ده؟ يا بالفلاريا يا بالتيوب. ولسه هنكمل حاجات ثانيه. يبقى اذا ليمف فيسل اوبستراكشن. طيب ايه كمان ممكن ازود بيه يا ولاد؟ الميديما. الناس يا ولاد بتوع الكورتيزون ايه اللي بيحصل في الشغل؟ مود فيس. ليه؟ حد سال نفسه ليه؟ ليه العيان اللي عنده كوشنج او اللي بيضرب كوش بيضرب كورتيزون او الست الهرم الرشيقه اللي خايفه على صحتها فبتضرب استروجين او الست الحامل بتتخن ليه؟ بغض النظر عنها بتعيش كتير بس حتى لو ما بتاكلش ليه بتتخن؟ ليه بتبقلص كده يا ولاد؟ ليه الناس دول بيتخانقوا؟ لان الكورتيزون والاستروجين في الهاي ليفل بيشتغلوا حاجه اسمها مينرال كورتيكويد زي الالدوستيرون بالظبط. لما امتى؟ لما الليفل بتاعهم يعلى. يعني بيعملوا حاجه اسمها يا ولاد سولت اند ووتر ريتينشن. طب سؤال، لما تعمل لي سولت اند ووتر ريتينشن لما كميه السولت هنا تزيد هيسحب ايه؟ ميه. والميه لما تزيد
يبقى الفوليوم بتاع البلد هيحصل فيه هيزيد. عشان كده الناس دول لما بيحصل عندهم سلطة الروتر ريتنشن بيزيد كمية الصوديوم هنا فيسحب مية فيعمل لي في الهيدروستاتيك بريشر يزود في الهيدروستاتيك بريشر. يتفضل بس حاجة أخيرة. احنا قلنا ان ممكن يحصل زيادة في التيشو بيرميابيليتي صح؟ وقلنا البيرميابيليتي بتزيد اثناء الانفكشن او الانفلاميشن وكانت بتزود التيشو اوزموتيك بريشر. هل في حاجة تانية ممكن تزود البيرميابيليتي تخلي غصب عنك توسع الفنستريشن دي؟ الهايبوكسيا. طب ايه علاقة الهايبوكسيا بانكريز البيرميابيليتي؟ يعني ايه هايبوكسيا ولا يعني الاكسجين اللي متشال هنا قليل صح؟ طب الجسم يحاول يتصرف الموضوع ده ازاي؟ هو الاكسجين ده متشال فين؟ على الفلويد. يبقى ايه الحل؟ زود كمية الفلويد اللي رايحة هنا كده؟ شوف الاكسجين ده متشال على الار بي سيز والار بي سيز دي ماشية في الدم وبيروح فاكك نفسه من الاكسجين ويبعته هنا في الفلويد اللي رايح للانترستيشن. فالجسم بيعمل ايه؟ الجسم يقول لك احنا محتاجين دلوقتي شويه اكسجين زياده، طب اعمل ايه؟ في عندك شويه فلويد هنا؟ فيهم اكسجين؟ ابعتهم لي. طب ازاي تبعت لي الفلويد ده؟ انك تعمل ايه في الفينستريشن دي؟ تزودها. يبقى التيشو برميابيلتي بتزيد امتى؟ بتزيد لو كان في هايبوكسيا او في حالات ديابيت الانفلاميشن. يبقى لو فهمت دول كده تقريبا درس القديمه خلص، امال ايه اللي جاي؟ تطبيق. وازاي تنقي كل نوع من انواع القديمه اخد له الحاجه اللي انا عايزها. يبقى الهايبوكسيا والانفلاميشن بشوات بيعملوا ايه؟ بيزودوا التيشو بريميابيليتي. وبالتالي البريميابيليتي لما بتزيد خروج الفلويد بيحصلوا ايه؟ بيزيد. يعمل ايه العيان ده؟ فلويد زياده هنا في الانترستيشن. السؤال ده من اكثر اسئله النظري في شابتر سيركيوليشن. يجي يقول لك ايه هو الباثوجينيسيس اوف ايديما؟ طب يغيروا ويقول لك ايه الايتيولوجي اوف ايديما؟ هو نفس الكلام. ازاي الايديما بتحصل؟ خطوه خطوه بقى ونلم معاه عشان لسه هنرمي الكلام ده كله ونختار منه. انا عندي فرقين ضبطين مختلفين. واحد اسمه هايدروستاتيك بريشر، واحد اسمه بلازما اوزموتيك بريشر. الهايدروستاتيك بريشر ليه دور في الايديما؟ انه يحصل له ايه؟ يزيد. لو زاد الهايدروستاتيك بريشر تلشيح الفلويد هنا يزيد. البلازما اوزموتيك بريشر بيسحب الفلويد هنا ويشد الفلويد كده. طب انا عايز اعمل ايه؟ قلل قوه الجذب. طب مين اللي عامل البلازما اوزموتيك بريشر؟ البلازما بروتين. ازاي تقلل البلازما بروتين؟ ليفر ديزيز، رينال ديزيز، او ما بيكونش بروتين. طيب التيشو اوزموتيك بريشر ازود التيشو اوزموتيك بريشر ازاي؟ بالانفلاميشن. التيشو اوزموتيك بريشر ان انا الفلويد اللي اترشح هنا يزيد في الانترستيشن ويزود الاوزموتيك بريشر. الليم ليه دور؟ لو قفلته قطعت السكه دي اتقفلت هنا، وطالما اتقفلت كل اللي قبلها هيحصل فيه هيتركن فيه الدم. ده بالعكس، ده الليمف فيسل نفسه غصب عنك هيرد هو كمان ويجي فين؟ ويجي هنا. طب والليمف ده احنا قلنا ايه؟ اتقل سائل هتشوف سائل تقيل جدا. طيب وبعدين سلطة الدودة ريتنشن، ايه دور السلطة الدودة ريتنشن؟ الصوديوم لما يحصل له او الصوت لما يزيد ويحصل له ريتنشن يسحب ميه، الميه تعمل ايه؟ توتال الدم تزود، توتال الاماونت اوف بلاد لما تزيد الهيدروستاتيك بريشر يزيد، واخيرا التيشو بيرميابيليتي. طيب جم بقى يقسموا الإديمة الفلويد اللي قدامهم ده. في ثلاث تقسيمات. أول تقسيمة قلناها قبل كده، الفلويد اللي قدام سعادتك مايا بس ترانسليت ولا مايا وبروتين اكسودين. والمقارنة اللي قلناها هناك نلمها كده بسرعة، الفرق ما بين الترانسليت والاكسودين؟ الترانسليت يا بشوات عبارة عن إيه؟ مايا بس. كمية البروتين فيه إيه؟ قليلة جدا. أما الاكسودين عبارة عن مايا وبروتين وسيل.
وبالتالي الـ specific gravity بتاعنا هنا قليلة وهنا عالية. طب دي تفرق معايا في ايه؟ تفرق معاك روايه التيشو ده متجمع في فلويد صح؟ ما نزلش اضغط عليه. لو الفلويد ده خفيف بتشوف الجرافيتي بتاعته خفيفه، لما هتضغط عليه هيتحرك تحت ايدك ولا لا؟ هيتحرك. هيتحرك ازاي؟ يمين وشمال. يعني ايه؟ ادي فلويد متجمع هنا ولا انا هضغط عليه، لما تضغط عليه الفلويد ده هيحصل له ازاحه. طب ليه حصل له ازاحه؟ عشان السبيسيفيك جرافيتي بتاعته خفيفه. فايه اللي هيحصل في الهيمه؟ هتعمل حفره تحت. دي حاجه في الطب بيسموها يا ولاد بيتنج الهيمه. امال لو كان كثافته تقيله عالي تيجي تضغط عليه ما يتحركش، يسموه ايه؟ لمبه. يبقى اللعبه كلها في السبيسيفيك جرافيتي، سائل خفيف الحركه اضغط عليه هيتحرك، ولا سائل مهما هضغط عليه قاعد. ليه؟ تقيل، سائل تقيل فتيجي تضغط عليه ما يتحركش. دي لسه هنقولها كمان شويه. فراحوا مقسمين الليمه لكذا تقسيم، قسموها الى اكوردنج للفلويد اللي اتكون فيها ترانسوديت واكسوديت، وقسموها تقسيمه ثانيه زي ما قلت لكم بيتنج ونون بيتنج، وقسموها تقسيمه ثالثه اللي هي الاديمه دي هتضرب بعد كده بتاخد جسمك كله ولا هتبقى لوكالايزد في حتت معينه. راحوا مقسمين الاديمه دي الى ايه؟ الى جنرال ولوك. طيب في معلومه كده ما لهاش اي سنتر لازم نقولها. احنا قلنا الديفينيشن وقلنا الايتيولوجي وقلنا الايتيولوجي مع الباثوجينيسيس، فاضل المورفولوجي. تتوقع سعادتك الحته اللي فيها إديمة في الجروس بيتشر والمايكروسكوب هتبقى عامله ازاي؟ اي جزء فيه إديمة يا ولاد هيبقى شكله عامل ازاي؟ سوليد. والحاجه لما بتبقى سوليد لونها بيبقى ايه؟ باهت. طب ولو انت جاي بتقطع فيها ايه اللي هينزل منها؟ ميه. يقول لك تريبس داون، بتسقط او بتنقط ميه. طب في المايكروسكوب هتلاقي ان التيشو بتاع سعادتك مليان ايه من في النص هنا في الانترستيشن؟ غرقان فين؟ في ميه. وفي الغالب يعني ممكن الميه دي تاخد اللون الاحمر تبقى زيرو ميلك. ليه؟ انا بنعرف قدام كده في السبيشن. فيجي يقول لك في الكروس والمايكروسكوب حاجه ملهاش اي صف لازمه وما عادش حد بيتكلم فيها بس كتاب حاططها في الجروس بيكتشر شكل الديما دي عامل ازاي؟ سولين وسوفت في الكونسستنسي، حاجه مليانه ميه، ولما تيجي تقطع فيها تلاقي بتنقط ميه. في المايكروسكوب الخلايا دلوقتي الانترستيشن هيبقى مليان ميه، الخلايا بتاعتك اللي هي ان بتوين الانترستيشن هيعمل ايه؟ هيزق على الخلايا دي يعمل فيها ايه؟ يوزعها عن بعض، سيبريتد عن بعض. طيب دي مش مهم قوي. اللي مهم سؤال مره جه في امتحان كلاسيفيكيشن اوف بليم، اللي جه سؤال ب 10 درجات. طبعا الطالب عنده مشكله عايز حد يقول له مضمون السؤال ويعني ايه، ويا سلام لو جاوبوا له وهو يقول له انا موافق ولا مش موافق. فالطالب لما جاله السؤال في الامتحان كلاسيفيكيشن اوف بليم، نعم فين السؤال؟ عايز ايه؟ هو عايز اني كلاسيفيكيشن، هو ما حددلكش، وطالما ما حددش اصمت، تمام؟ على طول. يعني ايه؟ كل اللي تعرفه لو بص انت بتقيم نفسك سؤال ب 10 درجات، اروح جايب له بيتنج ونون بيتنج سطرين واقول له سلام عليكم كده كفايه عليك، ولا هقعد اكتب له جنرال ولوكال؟ طب واحد يقول لي ايه؟ وجنرال ولوكال دي؟ طب ما القديمه كلها جنرال ولوكال، هشرح القديمه كلها؟ لا، هقول لك بتكتب ايه؟ أول تقسيم يا ولاد قسمناه إلى إيه وبين؟ ترانسوديت وإكسوديت. اعمل لي جدول مقارنة ما بينهم يا ابني. الجدول ده جه على فكرة في أعمال السنة. ده جدول امتحان أعمال السنة السنة اللي فاتت. قال لهم بيجيب لك اثنين تيبل، تمام؟ في طالب يا ولاد وهفكركم عشان الدهولي يبقى عارف نفسه من دلوقتي. قال له كونفيرت بين ترانسوديت وإكسوديت. عينا بقى. كتب هنا الاكسوديت، كتب هنا الترانسوديت، عمل ايه يا ولاد؟ ضرب الجدول.
يعني هو كاتب له الترانسوليت والاكسوليت. قلب يعني هو قلبهم في الجدول بدل ما يجيبهم زي ما هم في الكتاب، راح عامل ايه؟ بدل ما يحط لك الترانسوليت هنا والاكسوليت. بص ده طالب عندك حلوك يعني ايه؟ يعني هو السؤال هو حط له هو الترانسوليت والاكسوليت في الكتاب، راح جاي حطها له ازاي؟ اكسوليت وترانسوليت. الطالب عمل ايه؟ قال لك ماليش دعوه انا مذاكرها كده تمام؟ راح عاملها كده. في طلبه ولدت في اذكياء قوي، راح عامل ايه؟ هو حمار ما فهمش، راح جاي شاطب على اكسوديت من فوق كاتب عليها ترانسوديت، وشاطب على الترانسوديت دي كاتب عليها اكسوديت، تمام؟ انا مش هبوظ اللي انا حافظه، انا هكتب هو انا حافظها كده، تمام؟ وطبعا بقى تبقى الكوميديا، لما يجي يسالك على حاجه في الجدول، تلاقي الواد بيسال اللي جنبه الاولى ولا الثانيه، تمام؟ امال انت بتذاكر ايه؟ انا هو انا حافظها كده، تمام؟ ما علينا، او الجدول ده السنة اللي فاتت كان بخمس درجات، تمام؟ طير درجتين ونص، هما سموه بعد كده، طير درجتين ونص، ليه؟ غباوة، ده إجابته كده، أنت غلطت ليه يا ابني؟ أصل أنا غبي. يبقى في ترانسوديت وإكسوديت. الترانسوديت يا ولاد هو عبارة عن سائل مية كمية البروتين فيه قليل، تقريبا نفس الكلام اللي قلناه قبل كده. وطالما ميه بس هيبقى كتير مش معقد، السبيسيفيك جرافيتي فيه قليلة، ما فيهوش بروتينات كتير، ما فيهوش خلايا، خفيف يعني لو تضغط عليه يتحرك. أما الإكسوديت إيه بقى يا شباب؟ العكس بقى. الإكسوديت ده سائل تقيل شوية فيه بروتين وميه، والسبيسيفيك جرافيتي فيه عالية وفيه خلايا وعشان كده لونه معكر. الترانسوليت والاكسوليت ده المقارنة اللي ما بينهم، وتبقى عارف بس ان الاكسوليت ده بيحصل فين في حالات الانفلاميشن. يا حلوة صوتك مبهر. ده يدخلني للكلاسيفيكيشن التاني، هي القديمة اللي قدام سعادتك دي بيتنج ولا نون بيتنج؟ طيب واظن انت فهمت دلوقتي انت تبقى الاديما بيتنج وانت الاديما نون بيتنج. الاديما انت بيتنج لو سائل من الاخر ترانسوديت ميه بس، ما انت الاديما تبقى نون بيتنج لو سائل رقم واحد اكسوديت. عشان كده يا حبيبي بص على الاسس بتاع سعادتك، حاول تضغط عليه الاسس بيدخل بيدخل في جوه. لا ليه ما اختصش جوه؟ لان السائل اللي فيه ايه؟ سائل انفلاماتوري دي فلويد اكسوديت فيه بروتينات كتير. طب وايه كمان؟ ايه الحاجه الثانيه؟ اللي لو قعدت تدوس عليه عمره ما هينزل معاك. بص افهم بقى الحته دي، انت هنا جيت عملت ايه؟ قفلت الليمب، ايه اللي هيرد عندي هنا؟ السائل بما فيهم مين؟ سائل الليمب ده. الليمب ده يا ولاد قلت لكم قبل كده انه سائل ايه؟ سائل لذيذ جدا. فلما يرجع يرد عندي يعمل لي اسوأ بكتير كمان من الاكسوديت، سائل تقيل قوي، تيجي تضغط عليه يقولوا عليه هارد ناشف جدا، تمام؟ فيقولوا النون بيتنج ليما فين وفين؟ في حالات الليمفاتيك اوبستراكشن وحالات الانفلاميشن في الاكسوديت. طب وحاجه كمان ممكن تبقى نون بيتنج، عارفين الميكسديما؟ مين الناس اللي عندهم ميكسديما دول يا ولاد؟ اللي هم عندهم نقص في ايه؟ نقص في الثيرويد، يعني الثيرويد خدت شويه، صح؟ ربنا يكملكم بعده. نقص في الثيروكسين يا ولاد. طب ايه اللي بيحصل؟ الثيروكسين لما يقل المفروض انه كان بيتخلص من حاجات كده، تمام؟ تي 3 وتي 4 كانوا بيتخلصوا من حاجات زي الكوليسترول والكلام ده كله، بيخطوه يشفطوه ينزلوا بيه، فما عادش فيه ثيروكسين، فيفضل الكوليسترول يتجمع. عشان كده مريض الميكسيديما اخباره ايه؟ مليان. ليه؟ عشان ما فيش حل، وعشان الاديما اللي بتحصل عنده دي. طب وايه ازاي يعني بتحصل الاديما عنده ازاي؟ بيترسب عنده الكوليسترول في ان بتوين الديشن، ده بيعمل الاديما مغلقه في حاله الميكسيديما. انا بنشرحها سبيشال بالتفصيل. تمام؟ يبقى الإديما بيتنج أو نون بيتنج، إمتى تبقى بيتنج؟ لو الفلويد بتاعها خفيف، مية، ترانسوليت، تضغط عليه، يتزاح معاك.
وامتى يبقى نون بيتنج؟ لو سائل تقيل. امتى سائل تقيل؟ يا اما معاه بروتين في حالات الاكسوديت، يا اما في حالات الليمفاتيك اوبستركشن. وبالتالي لو جه قالك قارن لي بين البيتنج والنون بيتنج، ده جدول عندك، هتقول لي البيتنج دي ما دي ليه ما بيحصل لها ايه؟ بيت بيحصل لها ديبريشن، هوم بريشر، ليه؟ عشان الفلويد بتاعها ايه؟ ترانسوليت. امال النون بيتنج دي امتى؟ لو كان اكسوديت او ليمفاتيك اوبستركشن. امتى يبقى ترانسوديت؟ امتى يبقى اكسوديت؟ هنفهم دلوقتي. يبقى انا عندي كام كلاسيفيكيشن في الديليما؟ الكلاسيفيكيشن الاساسي ترانسوديت ولا اكسوديت؟ ميه ولا ميه وبروتين؟ وبعدين منه دخلت على الترانسوديت هيبقى بيتنج ولا الاكسوديت هيبقى ايه؟ هيبقى نون بيتنج. تعالى بقى للكلاسيفيكيشن الاهم والاعظم، الديليما دي لوكال ولا جنرال؟ وهنبدا امتى الديليما تبقى جنرال؟ انت دي ما تبقى لوكال. نعم. هو ايه الفرق ما بين الليمف اوبستراكشن والبين؟ ايه اللي خلى الليمف اوبستراكشن يحددها انها بيتنج او نون بيتنج؟ ايه اللي خلى الليمف اوبستراكشن يخليها؟ مثلا الليمف اوبستراكشن في الليمف اوبستراكشن ده لما اتقفل ايه اللي رجع هنا في الليمف؟ الليمف ده سائل تقيل، ما بيتنج ولا نون بيتنج؟ نون بيتنج. البينس اوبستراكشن اللي اتقفل في ايه؟ ميه. الميه تعدي هنا، امتى تخليها ميه وبروتين؟ لما تعمل ايه؟ تزود البرميبلز. لما البينس تقفل الميه ترجع على الليمف، ولا الميه ترجع للليمف ازاي يعني؟ لا، الميه ترجع من هنا كده، ترجعش في الليمف. ليه؟ لان الميه الضغط فيها او الكونسيستنس بتاعتها خفيفه مقابل الليمف لازم. علشان اخلي الميه تمشي اجهزه الليمف دي محتاجه ضغط عالي جدا، وده مش هيبقى موجود. عارف هيحصل ايه؟ لو انت فضلت تزود الضغط هنا والضغط جوه الكابيلا دي زي ده هتفرقع، فعمري ما هوصل للمرحله دي. الكلاسيكيشن بقى المحترم يا اولاد بتاع الاديما، جنرال اديما ولوكال اديما، هنتكلم فيه دلوقتي. هو ده بقى الكلام المهم. جزئية بيتنج ونون بيتنج دي يعني تبقى عارفها، عشان واحنا ماشيين دلوقتي هقول لك دي ترانسوديت دي اكسوديت، دي ترانسوديت دي ليمف، تقعد تقول لي بقى والله دي ترانسوديت يبقى دي بيتنج، تمام؟ دي اكسوديت يبقى نون بيتنج، دي ليمف نون بيتنج، وهكذا. يعني اللي انا عايزه منها ان احنا واحنا طول ماشيين في انواع القديمه تقول لي دي ايه؟ بيتنج ولا نون بيتنج. فاول اثنين كلاسيفيكيشن يسلموا بعض، الترانسوديت والاكسوديت، هو اللي منه تقدر تعرف دي بيتنج ولا نون بيتنج. نبدا بقى بالجنرال ديديما. في يا اولاد اسم عشان تبقى فاهم بس مقصود جنرال ديديما دي يعني ايه؟ يعني ديما في الجسم كله. في بقى نقطه الناس فاهمها غلط، ان معنى ديما في الجسم كله ان هو ينام يصحى يلاقي الجسم كله مرة. لا، هو بيبدا في مكان وبعدين يبدا يزيد بالتدريج لحد ما في الاخر ياخد ايه؟ ياخد الجسم كله. فده المقصود بالجنرال ديليما. طيب يسيب لك الليله كلها ويسيب لك الاسم اللاتيني، اسمها ايه يا ولاد؟ انا صرف، انا صرف. كتير قوي بيجرب في الامتحان، ايه يا ابني الكوزس؟ انا صرف. تلاقي طالب مش عارف اصلا انا صرف دي ايه؟ اي حاجه جنرال ديليما. بس بص، في يا ولاد ناس هوايتها هو بيعشق الخزولة، لا حتى تشوف انك في خازوق كبير كده، هو بيعشق الحاجات دي، لما بيموت في حاجات زي كده، تمام؟ اه ماشي، اتفضل يا عم. اذن انا صرت. الاسم اللاتيني للجنرال ديما ولا نصر؟ انت بقى انا عايز اعمل حاجه تضرب لي الجسم كله. يعني تعمل ديما في الجسم كله، ايه الاسباب؟ عايز معايا. اول سبب كاردياك ديما. لما تسمع لفظ كارديك ديما ما تبقاش طالب هندي وتقول لي يعني ديما في الهارت، تمام؟ لا يا عسول، ديما في الجسم كله سببها في الهارت، تمام؟ كارديك ديما فين؟ اول مره جيت سؤال ديفينيشن ديفاين كارديك ديما، هو اتكتب لك ديما في الهارت. بعدين الكارديك ديما دي يعني في مشكله في الهارت. طب ازاي الهارت لو حصل فيه خلل دخلت الكليب؟ بسيطه جدا، تعال كده واحده واحده بقى.
قال لي حته في الهارت اللي هتبوظ يا ابني رايت سايدد هارت فيلير. طب وايه المشكله لما يحصل رايت فنتريكولار فيلير او رايت سايدد هارت فيلير؟ الدم هيخرج من هنا من الرايت سايد؟ لا، يعني معنى كده ان في دم هيتركل رايت سايد. الدم ده لما يتركل مين اللي جاي هنا ولا يتفتح عنه؟ السوبيرور بين كامل والانفيرور بين كامل. مين دول يا ولاد؟ دول اللي بيفتح فيهم ايه؟ كل البنت بتاعت الجسم ما عدا فين محترم كده ما بيفتحش فيهم. بيفتح ايه؟ بالمونري جدا. كل البنت بتاعت الجسم تفتح في الرايت سايد السوبيرور انفيرور بين كامل. طب تعالى كده معايا ماشي في طريق وبعدين هوب بلعه انفجرت وقفلت الطريق ده. طريق طول بعويده المعتاد جيت وانت ماشي واحده ست بتاخد ملف تمام والعربيه ماتت منها او هي ما عملت اللي فيه نصيب. فايه اللي هيحصل؟ الطريق وراها كله هيقف صح؟ يعني معنى كده ان الطريق في الرايت سايد هيقف وبعدين يقف فين بعد كده؟ ما هو الدم يجي ينزل يلاقي السكه واقفه فيتركن هنا فين؟ رايت كتف ومنه يتركن فين؟ السوبيرو والفيرو فينا كابر. سؤال مين اللي بيصب في السوبيرو والفيرو فينا كابر؟ الفين بتاعت جسمك كله وبالتالي الفين ده مش هو كان بيصب هنا؟ وقفت الدم هنا هيفضل الدم يرد 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 لحد فين؟ ما يرد في الفين بتاعت جسمك كلها. طب معنى كده ان الدم هيحصل له ايه؟ يجي يطلع يلاقي السكه دي وكونجيشن. راح مسميه الكونجيشن ده يا ولاد جنرال فينس كونجيشن. سمعت لفظ كده وانت طفل كده اولى وثانيه لفظ اسمه كونجيستيف هارت فيلير؟ فهمت ليه؟ لا انا بحب الصراحه. ليه يا ابني؟ انت عارف يعني ايه كونجيستيف هارت فيلير؟ الرايت سايد لما يحصل فيها فيلير ايه اللي هيحصل في الدم الرايت سايد؟ هيقف هيرد فين؟ الرايت ايه؟ يرد فين؟ السوبيرو بين كده اللي جاي يصب هنا بالتبعيه هيضرب فين؟ ادي يا عم الليفر مثلا الليفر ده من السوبيرو او من هداك البين يصب فين؟ الانفير بين كده جم لقوا السكه واقفه هيفضل يرد فين؟ لحد ما يحصل في الرد. يبقى ايه اللي حصل في جسمك كله؟ كونجيشن. كونجيشن في الجسم كله. عشان كده راح مسمينا الهارت فيلر دي ايه؟ كونجيستد هارت فيلر. طب سؤال لما يبقى عندي سعادتك في طريقه ثانيه برضه يا ولاد بالمناسبه عشان نخلص منها. هو ايه اللي حوالين الهارت ده؟ بريكارديوم. قلنا وظيفته ايه البريكارديوم ده؟ يسمح بالفيلير صح؟ طب لو قلت لسعادتك ان حصل مرض لزق لي البريكارديوم في الهارت فالهارت عمل كونتراكشن وكان مين حواليه؟ البريكارديوم. انا عايز اعمل ايه دلوقتي؟ ده كده الدايستول صح؟ ايه الخطوه اللي بعد الدايستول؟ دايستول السيستول. ايه الخطوه اللي بعد السيستول؟ ان انا اعمل ايه؟ افتح كده واعمل فين؟ طب ايه اللي هيحصل؟ انا خانق على الهضم، حاجه بيسموها ريد كونستريكشن، يعني كونستريكشن؟ خانق عليه. بريكاردايت. طب ايه المشكله يعني لو حصل عندي كونستريكت بريكاردايت؟ الرايت اتريوم هيفتح؟ هيفتح؟ لا. طيب طالما الرايت اتريوم ما فتحش هيقدر يستقبل كل الدم اللي راجع من السبيل والكير بين الجبهه؟ لا. هيحصل ايه في الدم من السبيل والكير بين الجبهه؟ يعني نفس الكلام بتاع الرايت سايد هارت فيلير. المهم ان انت سواء هنا او هنا عملت ايه اللي انا عايز اوصل له حاجه واحده. عملت جنرال كونجيشن في الجسم كله. طب طالما عملت كونجيشن بص بقى نقي هنا هنا ادي الكونجيشن اهو يعمل ايه في الهايدروستاتيك بريشر؟ يزوده. طيب الكونجيشن ده في الجسم كله صح؟ وبالتالي الإديمة لما هتحصل هتحصل فين؟ في الجسم. تعالى لي بقى مين أول فين الدم يتركن فيه ويحصل فيه كونجيشن؟
الدم وقف في السوبر والفير بينكام صح؟ الفينز كلها بتصب في السوبر والفير بينكام. مين اول فينز يتاثر بقفل الدم في السوبر والفير بينكام؟ بتاع اللور ليه صح؟ ليه؟ لانه ابعد واحد خالص ومطلوب منه ضغط عالي. انتوا عارفين الدم بيطلع ازاي؟ اجينست جرافيتي. طب انا مطلوب مني دلوقتي علشان اعدي في السوبر والفير بينكام ان انا اعمل ايه؟ اضاعف الضغط اللي عندي وده عمره ما هيحصل. عشان كده دايما يقول لك ان اول جزء بيقف فيه الدم ويجمع في الكابيلاري فين؟ في اللور ليم. عشان كده لو واحد مريض قلب راح للدكتور دايما بيبص على ايه يا ولاد؟ على رجليه الاثنين. ليه؟ ويضغط عليها كده تلاقيه بيضغط على رجله عشان يشوف في إديمة ولا مفيش. لان لو لقيت إديمة في اللور ليم يبقى معنى كده ان العيان ده دخل مني فين؟ right sided heart failure. يبقى مطلوب من سعادتك تعرف لي كل نوع من انواع الجنرال إديمة سببه ايه. ثاني حاجه البرايمري سايت اللي هتبدا فيه فين، ونوع الإديمة دي ترانسوديت ولا اكسوديت. رقم واحد الكاردياك إديمة سببها ايه؟ انهي حته في الهارت تبوظ عندي؟ رايت سايد. طب لو ليفت سايد هتعمل لي دي فين؟ في البلمونري. عشان كده يا اولاد يقول لك ان البلمونري ايديما الاكيوت بلمونري ايديما العلاج بتاعها وهو نفس العلاج بتاع الاكيوت ليفت سايد هارت فيلير. يعني ليفت سايد هارت فيلير لو وقف الدم هيوقفه فين؟ هنا. ولو وقفه هنا هيوقفه فين؟ في الدم. اما ده بتاع مين؟ بتاع الكونجيشن. بس فين بقى؟ في الجسم. طب السايت البرايمري سايت هيبدا فين؟ هيبدا في اللور ليم، وده الموست ديبندنت بارت ابعد حته. يجي نفس الدكتور اللطيف الظريف ابو خدود يروح يقول لك طب ان الراجل ده مشلول ما بيتحركش، يبقى اللور ليم دي ما تبقى فين؟ او الديما سوري مش هتبقى لور ليم. يقول لك فين بقى الديما بتاعتك؟ هتبدا فين؟ يقول لك هو انت بتحسب ايه؟ الموست ديبندنت بار البعيد عن الارض صح؟ دلوقتي وهو قاعد كل ده يعتبر في نفس مستوى القلب. انت نايم كده رجلك في نفس المستوى بتاع مين؟ بتاع القلب. مين اوطى حته بعيده عن القلب ويتجمع فيها الفلويد من كرامتك؟ منطقه السكرم من تحت تمام؟ مش انت نايم؟ ايه اوضح حته في جسمك هيتجمع فيها الفلويد بالجرافيتي؟ منطقه السكر. بقول لك في البيت ريدن في السكر دي ما تكتبهاش لو سالك فيها ما تكتبهاش، مش كل الدكاتره عارفينها. فالسايد فين؟ انا قلت اهو علشان لما تكتبها في الامتحان وتتخزوى تمام؟ تاخد اللي فيه النصيب. السايد فين؟ في اللور ليم. دايما فين يا ولاد؟ في الدورزم في وش الرجل من فوق دايما بندوس عليه او حوالين الانجل، هو ده المكان. طيب ترانسوديت ولا اكسوديت يا ولاد؟ ترانسوديت. يبقى بيتنج ولا نون بيتنج؟ بيتنج. ميه خفيفه يبقى تضغط عليها تتزحمك. طيب ده الكلام اللي موجود في الكتاب. في حاجه زياده؟ اه. طب ليه زودتها؟ علشان هيرجع يشرح الكارديا القديمه وهو بيشرح الكونديشن بتاع الهارت تمام؟ هيرجع يتوي الكلام. فاحنا نسدد الكلام من دلوقتي. لو جه سالك قال لك ازاي الكارديا دي ما بتحصل؟ تقول له ايه؟ الرايت سايد هارت فيلير بيعمل ايه؟ كرونيك فينس كونديشن. فينس كونديشن فين؟ في الجسم كله صح؟ وبالتالي هيعمل ايه؟ هيدرب هيدروستاتيك بريشر. ولا هيدروستاتيك بريشر لما يزيد يعمل ايه؟ ده الميكانيزم. طب ليه كارمونيوم ده؟ في ميكانيزم تاني ممكن الهارت يشكل بيه؟ اه بس مش اي. بص اللي انا هقوله ده اكسسوري. يعني ايه؟ يعني القديمه هتحصل بالميكانيزم اللي انا قلته. رايت سايد هارت فيلير يعمل كرونيك فينس كونديشن هنا، يعمل لي زياده في الهايدروستاتيك بريشر يعمل قديمه. طب سؤال تعال بقى ركز في الكلام ده دلوقتي يا باشاوات. الدم واقف هنا في الرايت سايد صح؟ فيلير اخبرت الدم اللي هيروح في البلمونري قليل جدا صح؟ ليه؟ مين اللي بيضخ دم في البلمونري اكتر؟ الرايت؟
اخبار الرايت فنتريك احنا متفقين انه ايه؟ فت صح؟ يعني معنى كده ان كميه الدم اللي هتمشي في البلمونري قليله، وطالما كميه الدم اللي هتمشي في البلمونري قليله يبقى كميه الدم اللي رايح للنقل يا بيه قليله، وطالما الدم اللي رايح للنقل قليل يبقى كميه الدم اللي هيرجع من اللنج للليفت اتريوم قليل، والدم اللي هينزل في الليفت فنتريكل قليل، والدم اللي هيطلع من الاورطه قليل. الدم اللي طالع من الاورطه اسمه ايه؟ كارديك اورت. يعني معنى كده الهارت ده بمب دخل له دم وطلع منه دم، الدم اللي راجع ودخل للهارت دلوقتي اخباره ايه؟ قليل صح؟ ليه؟ كوارث رايت سايد الهارت فيلير، الدنيا خربانه مفيش دم بيطلع عن الهارت. في المقابل ده هيأثر عليك ازاي؟ ان الدم اللي هيمشي في البلمونري ارتري ضايع مفيش، ما الهارت مش قادر، الرايت سايد مش قادر، فالدم اللي هيوصل في البلمونري لللم قليل، ومن البلمونري هرجع للليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم هرجع للليفت فنتريك. الدايره بتاعت سعادتك المنطقيه اهي دي كده، ده الرايت سايد هيطلع للبلمونري، البلمونري يوزع الدم للبوس لانج، ومن البوس لانج ارجع لمين؟ للليفت اتريوم، ومن الليفت اتريوم عند الليفت فنتريك، ومن الليفت فنتريك كده اطلع فين؟ في الاورطه. كده التوتال اماونت بتاع الكارديك ادوس اخبارها ايه؟ قليل. سؤال، الدم كده اللي راح للاورجن اخباره ايه؟ قليل. كمية الأكسجين اللي رايحة للأورجن أخبارها إيه؟ قليلة. تعالى لي بقى. الدم اللي رايح للليفر أخباره إيه؟ قليلة. الفانكشن بتاعت الليفر هيحصل لها إيه؟ هتتضرب. الفانكشن بتاعت الليفر لما تتضرب يحصل إيه؟ نقص في البلازما أوزموتيك بريشر. طب الدم اللي رايح للكدني أخباره إيه؟ قليلة. صح؟ مش كل الكارديك أدوس قليل عندك؟ الدم اللي راح للكدني قليل، الفانكشن بتاعت الكدني هيحصل لها ايه؟ هتتضرب. وبالتالي الري او الفلتريشن والكلام ده كله هيبوظ، فالعيان ممكن يدخل مني فين؟ ان البودوسايت تموت، ليه؟ مفيش دم وسط. البودوسايت لو ماتت قلنا هيحصل ايه؟ نقص في الدم اوزموتيك بريشر. واخيرا الكارديك اوتبوت ايه؟ قليل. هيحصل ايه؟ هيبوكسي. طب هل دول هم الميكانيزم الرئيسي؟ لا، والدليل على كده ان انت بنيت نقص الكارديك اوتبوت بناء على ايه؟ على الرايت سايد. يعني دول هيحصلوا ليتا كون، دول اللي يزودوا الاديما. عشان كده اسال نفسك سؤال، الاديما تبدا ايه؟ في اللور ديم، ايه اللي يخليها اجريبيتد وتضرب وتسحب في الجسم كله؟ الاكسسوري اللي حصل بعد كده. يبقى معنى كده لو سالك في الكارديك اديما قول لي يا ابني الميكانيزم، مش قول له الميكانيزم الرئيسي هو ايه؟ رايت سايد هارت فيلير يعمل تجمع للدم كونجيشن في سبيرو فين كده ويضرب فين هايبرتات افريكا فين ده الاسم كله، لان الاسم كله اكبر. طب في بقى اذر ميكانيزم، دول امتى بقى؟ دول ليتر اون، ومبنيين على ايه؟ على الميكانيزم الاولاني اللي هو رايت سايد هارت فيلير. ان الرايت سايد هارت فيلير هيعمل ايه في الدم اللي رايح للبلمونري؟ هيقلله. ومن الاخر طالما الدم اللي رايح للنج قليل يبقى اللي طالع منها قليل، والدم اللي طالع قليل يبقى الكارديك اوتبوت هو ايه؟ هو قليل. الدم الكارديك اوتبوت ده راح فين؟ ليفر قل، يبقى هيحصل ايه؟ يبقى نقص في البلازما اوزموتيك بريشر، وبالتالي البلازما بروتين نقص في البلازما اوزموتيك بريشر. الكدني الدم قل باظت الكدني، يبقى البروتين هينزل فين؟ نقص البلازما اوزموتيك. والدم اللي راح للجسم كله اخباره ايه؟ هيبوكسي. والهيبوكسي تعمل ايه؟ انكريز للبرميابيليتي. الكلام ده اللي بيذاكر في الكتاب مش هيلاقيه، امال هيلاقيه فين؟ هيرجع كده للكونجيشن يلاقيه ايه؟ طب وهتلاقيه كاتبه لك كارديك اديما، مش فارق الميكانيزم. طب انا لما يجي لي في الامتحان ويقول لي كارديك اديما، هو ما حددش هي بتاعت الاديما ولا بتاعت الكونجيشن؟ ما هو كده كده الكونجيشن يعمل اديما، اديما تعمل كونجيشن. فمن الاخر علشان تبقى عارف اللي بيذاكر من الكتاب يكتب الميكانيزم زي ما انا قلت. طيب في السايت قلنا بيبدا فين؟ في اللور ليم. فين في اللور ليم؟ في الدورز بتاع الفوت، وده الترانسفيرت. تعال نخش على النوع الثاني. يا حلوه الفيسبوك الكلية انا عارف بلانتين بتاعك كانت بس بتسفلي. ولكن اول امبارح
مش عارف ايه. طيب تاني اديما اولاد اسمها هيباتك اديما. اسأل يا احمد هيباتك اديما. سؤال يا ابني ليه الناس بتوع الليفر ديزيزز وعايزك بقى ايه تعلي معايا بقى ليه الناس الليفر ديزيز اللي عنده ليفر ديزيز يا ولاد بيبقى اي ليفر ديزيز بس كرونيك حاجه مزمنه جدا بيحصل معاه ايه؟ احنا قلنا بسيطه المفهومه الليفر بايظ يبقى البلازما بروتين بايظه ما بتتصلحش تمام وبالتالي نقص في البلازما مظبوط الكرش. طب نقل لي هنا فين اهي نقص البلازما مظبوط الكرش تمام. طيب تعال بقى اركن دي على جنب وتعال نفكر مع بعض الليفر ديزيز يا بشوات مش هيضرب بلانشات البورتال فضلت في البورتال يحصل فيه ايه؟ زيت فيرشح فلويد فاكر لما جينا شرحناه في الافايتس مش عارف الفالنتاين صح؟ اعرف الفالنتاين اول بعد كوفيد عادي البورتال هايبر تنشن بيعمل افايتس ما ده يجي وبعدين الليفر وظيفته ايه ولا وظيفته ايه؟ انا قلت بقى العيال مش عارفه تلحق على الوظائف بيكسر ايه بقى؟ بيكسر التوكسيك بس والهرمونز يا بقى تمام؟ بيكسر الهرمون بما فيهم هرمون اسمه التستيرون صح؟ ولا فكر عبد الحليم حافظ؟ عبد الحليم حافظ اكتشف ايام صعبه ولا لا؟ نعم بيتكفى يا اولاد اه والله في دكتور عندنا مقتنع ان شعر عبد الحليم نعم علشان بالهرزه ضربت الليفر فالاكسجين ليفل عالي عنده فشعره نعم. ثانية واحدة هو كل سبيمنس شعرهم نعم قال ده في لي فيت سيلك كده وده عندها اسم يا ولاد سيبك بص ده هذا رجل خرفاجي تمام يعني معنى كده حضرتك ان اي كمين مع شعرها المتناعب تروح تعلم تعمل هرمون الروجينات ممكن تبقى فين ضايف مثلا عبده موتة اكيد لا انت متخيل بص يا ابني الراجل خرفاجي يا من البنت اللي كانت قاعده قدامي شعرها مستفيد في عشرات ومقرف وخشن ومفروض انها فيه دايمنج في مين يعني فالراجل هبسط. بص يا ابني الناس دول اللي عندهم ليفر ديزيز الهرمونات ما بتتكسرش الليفر بيكسر الهرمون وطالما الليفر ما بيكسرش الهرمون الالتستيرون هيحصل له ايه؟ ريتنشن الانتي دايوريتيك هرمون هيحصل له ايه؟ ما بتكسرش الانتي دايوريتيك هرمون ده بيعمل ايه؟ انتي دايوريتيك هرمون انتي دايوريتيك يعني ايه دايوريتيك؟ يعني ايه دايوريتيك؟ والنبي لا يعني ايه لفظ دايوريتيك؟ مدير للبول تمام؟ طيب فهو يمنع الدم انه يحصل بيقلل الفلتريشن تمام ويرجع لك كل اللي كان هينزل في اليورين يرجعه لك في الدم يعمل ايه في الضغط تعالى يعلي صوت الدوز وصلتها من الدكتور شريف وجيه انه عمل معاكوا السليمه يا خرابي. طيب يا ابني سؤال البلازما بروتين يا ابني اللي باظت دي باظت في حته معينه في جسمك في جسمه كله انا ما بتصنعش يبقى جسمه كله ما فيش خش يا ابني عرينا ديليما هنا بقى صحصح شويه ربنا يسديك الشفاعة يا رب إن شاء الله تمام؟ تعالي
تعالى عروسه بصوا اولاد في مرضين تقريبا شفتر الكدني هيبقى بيدور حواليهم مرض اسمه نيفريتك ومرض اسمه نيفروتك بصوا يعني تقولش يتشلوا من كتر الاسامي اللي بيرقعوها في البصور دي ما مش عارف يعني نيفريتك ونيفروتك طب ما سميه اي اسم تاني تمام وطبعا مطلق تقول لي اولاد الاحوال اللي ممكن يتلخبط وعنده عمل مثلا ما ياخدش باله ان في او وراي بصوا من الاخر كده لحد ما بنصدمه النفريتك بيحصل فيه فقد في البروتين فين في اليوريا وبالتالي توتال البروتين في الدم هيحصل له ايه هيقل امال النفروتك ماسس بروتينوريا يعني ايه توتال البروتين في جسمنا كام يا ولاد انا هرد من 4.5 ل 6 تمام بس الافريج في اغلب الناس 4.5 5 كده الباشا ده بينزل عنده 4 جرام على الاقل في اليوريا يعني فاضل له قد ايه في الدم نص جرام 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 ونص ولا حاجه تمام فالعيان بتاع النيفروتيك ماسيف دامج وبالتالي فقد البروتين عنده بقى اعلى بكتير من مين من النيفروتيك ده اللي اقدر اقوله لك لحد دلوقتي. ايه كده مش هتفهم اي حاجه. سؤال مين فيهم تتوقع الجريمه بتاعته تبقى اسوء؟ النيفروتيك عشان كده بص بيقول لك ان النيفروتيك اول ما بتبدا فين يا ولاد؟ في البيت بتاخد وشه كله وبعدين نصحى الصبح عشان كده لو اتجوزت يا ابني وصحيت لقيت وشك كده تاني يوم الفرح تمام؟ ما تعبش على الميك اب ارتست ليه؟ لان ده ممكن هي يكون عندها ميك اب ارتست الحركات دي تمام؟ اه لان من اخر اولاد ممكن تكون دي واحده عندها نيفروتيك سندروم ومن ضمن الاسباب اوتو اميون ديزيز ونسي تاخد حبايه الكورتيزون ولا اي حاجه تمام؟ مشغوله طبعا وبعدين صحيت ثاني يوم الصبح لقيت الدنيا مطروطه على كده وهو ده بيحصل دايما الصبح كده عند الصباح والشام ده وما في بقيت الجنرال دريم على بالليل بقى تلاقي في اوفات اضافيه امال النفريتك يا ولاد حاجه صغيره كده يقول لك حوالين الفورمت تمام يعني تيجي تلاقي ايه خليها كده بتصص شرار ولا تمام كده يقول لك بيور المعلومه دي مهمه ليه الكيس يا ولاد تيجي يقول لك طفل عينه نفخت بيري اوربت القديمه فمره جت كان في طالبه عندي ما تتخيرش عنك يا ولاد اي كيو خليج تمام سلاح خليجي بالظبط هو الراجل جاب في كيس ايلد قديمه سوري ما كانش بري اوربتال عامل ايه امال فين ده فين ده يعني الايلد بري اوربتال يعني بيلعبوا في نفس المنطقه يعني تقول لي هو ايه علاقه الايلد بالاوربت سوري يا ناس تمام واكيوت تيوبلر نيكروزس ده ثالث واحد يبقى انا عندي كام ديزيز في الكدني؟ نفريتك ونفروتك وحاجه اسمها اكيوت تيوبلر نيكروزس. ايه اكيوت تيوبلر نيكروزس؟ يعني ايه اكيوت تيوبلر نيكروزس؟ بصوا يا ولاد ايه ده؟ ده تيوبيول يا ولاد هيحصل فيه ايه؟ هيحصل فيه دم. طب امتى ده يا ولاد هنتفهمه؟ ده بتاع الخطوبات يا ولاد اللي هو ايه؟ ودي اللي انتحر عارفين يا ولاد فات الحمامه؟ كانت بتعمل ايه؟ ما شفتش طب عارفين حياتي بس حياتي ما ولاد ما كانتش بتفزع تمام انا كنت بتقلل من حياتي منين؟ والله نفسيتي بتصعب عليا
وعطاني حسنة هنا تبلغ اللي بينها. بص رأيك لما تراك فتح مادة عارفين مادة ما لاش اي حل للفضيعة دي كان بتنتهي مثلا في نص ساعة الحالات اللي تنتهي فيها دي ولا دي هذه اللي بتعمل لكي تبلغ ديك تمام؟ يعني نعمل حسابك في جروب كده اولاد بسيط كده ده عايز ينتحر كمان اسبوع اللي هينتحر فيه بسيبني يا اولاد وما ماتش تمام هيدخل في ايه؟ ركبت بلا بلا في حاجات مناطق غير مرغوب فيها تتخلى ماشي؟ ربنا يتولى يا ادي يا اولاد الرينا دي ريما يبقى الرينا نقيلي من هنا كده يلا الرينا القديمه نقيلي من هنا اي رينا ديزيز يا اما نفرتك يا اما نفرتك ايه علاقه النفرتك والنفرتك بالاديما انها بتعمل ايه بلازما مظبوط كده طب في حاجه كده ربنا يكون كرمكم بالفسيولوجي اي رينا ديزيز بيعمل رينا ديسكيميا ورينا ديسكيميا بتعمل ستيميوليشن لمين للرينين اند بيتنسن سيستم و الالدوستيرون يعمل ايه سودا دودا ادي ثلاث حاجات اللي انت بتتمنى رينا ديما كاردك ديما هيباتيك ديما اللي جاي هيبقى في السريع شويه يعني ايه يعني هتسمع عن حاجه اسمها اولاد نوتريشنال ديما تتوقع كده يعني ايه نوتريشنال ديما نقص ايه نقص البروتين تمام طيب وحوش الفايده اي نقص كنتوا بتدرسوه فيتامين ديفيشنسي بروتين ديفيشنسي اي نقص كان سبب حاجه من نقص الانتاج نقص الابزوربشن زياده الدوز صح طيب البروتين هنقطعه عن الناس دي يبقى نقص انتاج او نقص الابزوربشن لو جيت تعالى هي ابن المرض اللي يجي لي فيه الابزوربشن بتاع اي حاجه اسمه ايه؟ مال الابزوربشن. طب وزياده النص يا ولاد؟ سعادتك بتفقد الحاجه فين؟ في الكدني؟ في البي في يا ولاد تمام؟ في الاسدود يبقى لو جه عندك دايريا زياده النص ده في حالات الدايريا جاكسوري ترايتس الناس دول بياخدوا كل حاجه. يتفضل نقص الانتاج ده، ايه نقص الانتاج ده؟ واحد ما بياكلش البروتين، طب ده مرض مشهور قوي يا ولاد، ربنا يعمل كلمتكم كده بتوصلوا سنه خمس زي الوحوش كده تمام؟ تدخلوا بقى على ليفل الاطفال، في مرض يا ولاد اسمه الكي دبليو او، ده ايه ده؟ ده اختصار يا ولاد اسمه كواشر كور. كواشر كور. هو اسمه كده. تمام؟ ايه كواشر كور ده؟ ده طفل او ده ضايع ما بياكلش خالص بروتين. تمام؟ طب طفل ضايع وما بياكلش تتوقع ان ايه اللي هيحصل في حجمه؟ صغير؟ بالعكس. الطفل ده بقى يبقى عنده نقص حاد في البروتين. فالبلازما مظبوط البريشر بيبقى عنده ايه؟ ضايع. فايه اللي بيحصل؟ جنرال ديليما في جسمه كله. ودي المشكله ان بيتاخر اكتشاف المرض ده ليه؟ لان الطفل بيبقى ظاهريا انه ايه؟ بيلبس كده تمام؟ مع انه ايه؟ ما بيلبسش. ماشي؟ يبقى النيوتريشنال ديليما اهي. طيب ايه كمان يا ابني؟ طبعا النيوتريشنال دي تبقى في الجسم كله. ايه كمان من الديليما اللي ممكن تبقى جنرال ديليما عند سعادتك؟ الاندوكراينا ديليما. دي اعتقد انا قلتها في وسط الكلام. في اولاد حبوب نفخ تمام؟ ايه دول يا ولاد؟ كورتيزون واستروجين. دول يا ولاد اللي بياخدهم بيحصل لهم حاجات غريبه كده تمام؟ فاكرين يا ولاد الولاد سبتوا الولاد فاكرين سمية الخشبية يا ولاد؟ اترشيت وبعدين ايه اللي حصل؟ كانت ايه اللي حصل لها يا ولاد؟ كانت مريضه كانت بتاخد ايه؟ كورتيزون هي بتقول كده تمام؟ المفروض انها بطلت كورتيزون ما علينا يعني فتت الآلة بس هو معروف في قلبنا ولاد الكورتيزون بيتخن قوي قوي يعني بيحصل فيه تخن رهيب جدا
وعشان كده في مرضى عندنا اورام زي التخن يفتكر ان مثلا يعني الكيماوي بيتخن او كده. لا، هو الفكره كلها ان احنا بندي مع الكيماوي في انواع من البلنكوما وكده بندي معاه الكورتيزون فالمريض يوجع كده شويه ويتخن. طب والاستروجين اولاد نفس الكلام، الاستروجين الاثنين بيسموه ايه؟ مينرال كورتيكويد، يعني بيعملوا ايه؟ سلطه دوزر. طب في ايه كمان يا اولاد؟ المكسيدين بتاع الدي دي. طيب خد بالك كل اللي انا قعدت اتكلم فيهم دول يا اولاد ديما ترانسولينز، وبالتالي كل الجنرال ديما بيتنج ولا نون بيتنج. الوحيد النون بيتنج اللي جايه دي اللي هي مين؟ المكسيدين. ايه اللي بيحصل عند المكسيدين؟ بيتجمع عنده الكوليسترول وحاجات تانيه بتتجمع وتعمل حاجه حرب، تيجي تضغط عليها ما تتحركش معاك. خدتوا حاجه كده يا اولاد اسمها تمام؟ طيب اخر حاجه اللي هنختم بيها حاجه اسمها انجيو نيوروتيك. ايه ده بقى يا اولاد؟ لا ده ترانسوليس ولا اكسوليس، ده حاجه ثانيه تمام. بص يا ولاد، كان في فيلم اسمه اتش بتاع ويل سميث، كان سوشي صح؟ هو ده؟ كان سوشي وبعدين ايه؟ وكده بدأ يضرب فيه حاجات. في ناس يا ولاد بيجيلهم حساسيه من الاكلات معينه وبعدين تلاقي جسمه كله ضرب وبقى فيه هيبه. بلاش دي. في ناس يا ولاد لو قرص ودبور او نحله تمام، قرصه نحله كده جميل بتمرس النحله وبعدين ممكن تلاقي جسم كله بدا يحصل فيه يحصل فيه حساسيه غريبه وجسم كله يضرب. طيب ايه ده يا ولاد؟ دي حاجه بيسموها انجيو نيوروتيك. ايه ده؟ ده واحد بيحصل عنده هايبر سنسيتيفيتي وحساسيه بجسمه كله وبيحصل زي فازو دايركتيشن في اغلب الاوعيه. انت عارف ان انت لو طلع عندك هيستامين سرح في جسمك كله ايه اللي هيحصل؟ فازو دايركتيشن في كل البلاد فيسل، فممكن انت الفازو دايركتيشن ده يعمل ايه في الهايبرسيس بريشر؟ ففي نوع كده في الستات يعني مش كومن قوي اسمه انجيو نيوروتيك او بيسموه الرجيك اديما. الرجيك اديما ده بيحصل امتى ده؟ نتيجه ان انت اتعرضت لحاجه بتعمل الرجي. والحساسيه يعني ايه حساسيه؟ الهيستامين طلع، الهيستامين بيعمل ايه على البلد فيسل؟ بلد بس انا المرض هطلع الهيستامين فين؟ في جسمي كله تمام؟ يبقى الجزء ده بالنسبه لنا كده حاجه كده اسمها ايه يا ولاد؟ جنرال ديديما. تعالى كده بقى نلم الجنرال ديديما ونلم الديديما بسرعه كده. ايه الديديما يا ولاد؟ الديديما هو تجمع ايه؟ فلويد في اكسترا سيم. يعني ايه؟ تجمع في الحته دي اسمها ايه؟ طيب الميكانيزم بتاع الديما ايه؟ السؤال ده من الاسئله المشهوره قوي بتيجي في امتحان كتير. الامتحان معاك؟ امتحان صغير ولا سهل يعني؟ ام سي كيو بروتوكولز. بص على مين؟ على فكره يا اولاد انا ببقى انسان تاني شويه شاطر السيركيليشن والانفكشن وببقى انسان مش لطيف في النيوبليزيا. ده اتفقنا من اول يوم. انا قلت لك ان انا ليا شروط معينه في الدرس تمام؟ احنا اتفقنا على الكلام ده من اول الدرس. ف الدفاع ده مش بتاعه من كلام مهبل، فاخر سنه كل ده بيتكمل. اللي من اول النهارده ده هتلاقي حاجه ثانيه خالص. غتاته اللي تزوق مع اللي ما بيذكرش. كلام واضح؟ انا وانت اهو. هناك مكتوب تمام؟ دي اول حاجه، تاني حاجه بلازما اسمها بريشر بيقل عندي ليه؟